السلام عليكم متتبعي قناتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا اليوم جيتكم بوصفة تاع لحم مفور ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا بالقناة، تضغطوا على زر اعجاب حتى تتصلوا بكامل الجديد. اذا نبدأ على بركة الله. المقادير: نحتاج الى قطع من اللحم تكون كبيرة من الكتف او من الرجل، ولا اذا كانوا عندكم قطع صغار تقدروا تطبقوا نفس الوصفة. نحتاج الى شرائح من البصل تكون مقطعة بهذا السمك. نحتاج الى كرافس. اما للتوابل نحتاج الى ملح، فلفل اسود وكمون. نحتاج الى ثوم مقطع الى اجزاء طولية، ونحتاج الى نصف ليمونة. اذا كما راكم تشوفوا فيا انا اللحم نروح ندير له يعني فتوحات بالسكين، ونحاول ندخل الثوم. اذا الثوم من المستحسن انكم تقطعوها، ما تحطوش يعني الثوم حبات، كي نقطعوها راح نستخلصوا منها النكهه تاعها احسن ما كي نحطوها يعني بالحبات. اذا انا نحكم كامل هذاك اللحم، ندير فيه ثقبات وان كاين اللحم بزاف، ونضع هذيك الثوم بهذه الطريقه. نحاولوا ندخلوها مليح باش يعني اثناء الطياب ما تخرجناش هذيك الثوم. نقلبوها على الجهة الأخرى ونكملو نديرو فتحات بالسكين، ونحطو هذوك فصوص الثوم اللي نكونو قطعناهم طوليا، يعني نحاولو نحطو في أكبر، نحاولو نحطو أكبر عدد ممكن من فصوص الثوم، يعني نوزعوها بهذه الطريقة هاهي، ونحطوهم. اذا نكمل كامل القطع تاعي تاع الثوم، واللي يبقى لنا راح نستخدموه في التتبيله. يعني مش محتم اني حطيت هذا الثوم كامل، راح نستخدمها غير باش يعني نرشقها في اللحم. اذا كما راكم تشوفوا انا بعد ما رشقت هذيك كامل في اللحم، راح نجيب التوابل تاعي في ثلاثه، وراح نحكم الحبات او فصوص الثوم اللي بقات لي، راح نكمل نرحيها ونحطها في الاله هاهي، ونستخدمها في التتبيله تاعي، يعني ما نرميوهاش. ونخلطوا هذا الخليط كامل، نلموه بالعصير تاع نصف ليمونه. هنا اللي بغات تدير نصف ليمون ودير الزيت تقدر تدير، واللي ما بغاتش يعني لانه اللحم فيه دهون انا استغنيت على هذا، هنا تقدري ديري تلمي بالزيت وبالليمون. نديروها شويه جاريه، يعني ما نخليوهاش هاي، ديروها جاريه ما نخليوهاش هكاك قاسحه، باش كي نطلعوها على اللحم تاعنا تمشانا. اذا نروح نحط التتبيله تاعي. اللحم ما يحبش بزاف البهارات، البهارات هادو كافيين باش يستخلصوا النكهه تاعو. نستخدم يدي لهنا احسن واحسن، باش نحاول ندخل هذيك التتبيله مليح في اللحم، كيف كيف من الجهة الأخرى ما ننساوهاش، ونحاول ندخل كامل هذه التتبيلة. إذا هنا بعد ما تدخلوا هذه التتبيلة، أنا هذه الخطوة نديرها دائما يعني 6 ساعات، ومن الأفضل أنكم تديروها حتى ليلة كاملة حتى يتشرب كامل هذوك النكهات تاع التوابل. يعني كل وين تطول في هذه التتبيلة راح يجيكم أحسن وأحسن. اذا انا لهنا هاني درتو كامل، دخلت له هذيك التتبيله، راح نخليه يرتاح مده 6 ساعات، ونعاود هنا باش نعاود نطيبو. ها هي. اذا كيفاش راح نطيبوه؟ راح نطيبوه على يعني في كسكاس، حاجه اللي مخصصه للبخار، هاي كسكاس، ونديرو برما نديرو فيها الماء يغلي ونحطوه هو. دونك حنا باش نبداو نفرشوا الكسكاس تاعنا، نحتاج الى هذيك البصله، ونحتاج الى الكرافس. نحاول نحط كامل هذيك البصل اللي عندي مقطع شرائح، ميكونوش رقاق بزاف باش يحضيولنا اللحم هكا. نحطو على كامل دورة الكسكاس، هذا البصل راح يذوب كامل يعني مع البخار، ما راحش يبقى لنا كامل، حيبقى غير
كمية قليلة فقط منه. أما الكرافس اللي هنا راح يمدلنا الطعم تاعو حتى هو راح يذبل. ونروح نحط مباشرة اللحم تاعي ونكمل هذوك العصائر اللي نزلوا منه، ونعاود ندير عليه شوية تاع البصل من الفوق، ندير عليه الكرفس اللي خليت، يعني ما يحتاج من الفوق، ما نكثروش بزاف، نقطعوا هذا الكرافس او نخليوهم. اذا هنا رانا كملناها كيما راكم كنتوا تشوفوا، فيها وصفه بسيطه سهله وما تديش منا وقت بزاف. لازم نغلفوها بهذا، الا كنتوا حابين طيب في مده يعني اقل وصغيره لازم نغلفوها ساب لو بابي فيلم او يعني الغطاء شفاف غلاف المنزلي، ونزيد عليها صرفيطه يعني باش ما يخليش هذاك البخار يروح. اذا هنا مباشره نحطها على النار. هاي لي كي درت البرمه تاعي درت فيها الماء، لازم يكون غلا ديجا، ونخليها طيب لمده 4 ساعات. انا هنا خذت لي غير 3 ساعات لانه قفلت عليها بلو بابي فيلم. نستخدم السكين باش نشوف الى اللحم تاعي طاب ولا ها دائما. اذا كي يخرج السكين بسهوله معناتها اللحم تاعنا طاب. راح نحيه ونروح باش نديرو له التحميره تاعو. اذا لازم نحمره، واللي بغات تقليه تقليه، انا نشتيه محمر ما نستخدملوش بزاف الزيت وما يتشربش بزاف الزيت. ندير له شويه تاع الزبده وندخله يتحمر ونتلاقاو في صحن التقديم. اذا لهنا هاو اللحم تاعي بعد ما خرج، قدمته مع شويه تاع البطاطا يعني لي فريت، قليتهم وزينتهم باربع تاع البيض المسلوق. اي هنا كيما بغيتوا ديروا، بغيتوا تقدموها مع خضر طايبه على البخار، مع خضر طايبه في الفرن، مع اذا هنا كل سيده واش بغات تقدم. ديروا لها شويه تاع كزبره ولا دبشه ونزينوها بشريحه تاع قرص او شريحه ليمون. هاي ليك الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، حاجه مليحه ويستطيع يعني تقدري تقدميه كطبق رئيسي. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا بالقناه حتى تطلعوا على كامل الجديد وتضغطوا على زر اعجاب. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.